طيب البشرة ريم عندها مشكلة بالبشرة. طيب البشرة، شوف أنا البشرة يعني لما نتكلم عن العناية بالبشرة، البشرة اللي فيها مشاكل جلدية هذه يجب أن تعالج عند طبيبة جلدية ما نختلف، لكن أنا أتكلم عن البشرة اللي مختلفة فيه سيروم لإزالة الهالات السوداء. طب اللي عنده هالات سوداء متضايق منها يعني ليه لا ما يحاول؟ ما هو إذا كان غذاؤه كويس ما حتطلع له هالات لا لا ولا إيش لا 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 كثير حالات بكون قناع النظارة قناع النظارة. بصي أنا هقول لك أوكي كثير قناع النظارة ده شوية أنت بتتكلمي عن البوتوكس والحقن وما حقن صح؟ أه لا ناهيك عن البوتوكس ده يعني برضو خلينا ده الموضوع ده بيبقى كومبليتلي ديفرنت. إحنا النظافة اللي بنتكلم عليها أو العناية بالبشرة إن الواحد مثلا يحط سان سكرين، يحط الفيتامين سي بتاع اللي هو بتاع البشره اللي بيتحط الصبح. شو رايك يا كريم؟ والله شيء مشروع يعني سيروم فيتامين سي. طب ايه المشكله؟ مش فوق واقي؟ طب لا ما الشمس اصلا ممكن تعمل سرطان في الجلد. خشونه الرجل في الشمس وخشونه البشره والتجاعيد تعمل سرطان. اذا كان انا وهو بنحط واقي الشمس الصباح عشان نبغى بشره. طيب حواليك على حاجه هتتفاجئ منها. الله يعين زوجك يا ريم اصلا ما يحب. الله يعينه. طيب عن جد انت ممكن توافقيني في الموضوع ده بجد. البنات دلوقتي هم يعني هم بجد بيطلبوا. ممكن يحجزوا مش حتى يطلبوا هم ممكن بيحجزوا ويعملوا بامبر داي كامل للشاب. وعلى فكره تنظيف بشره اتفهم ده الترند بدا كده يعني الشباب بدات امتى تهتم بنفسها وبدات تهتم بالبشره. طيب. لما البنات الصبح مثلا يلا نعمل سكين كير روتين نعمله مع بعض اكزاكتلي exactly. انا حجزت لنا مثلا يوم سبا داي في اليوم الفلاني فاعمل حسابك تفضي نفسك اليوم تنظيف بشره مختلف ومن هنا الموضوع الترند بدا. طيب تنظيف بشره الاساسي ده ممكن صح تفهم.